السلام عليكم، معكم دكتور صدري محمود قريطم. النهاردة هنتكلم عن صابونة متميزة وطبية ومهمة جدا، بتستعمل للأطفال للكبار، وكمان بتستعمل لعلاج التهابات الجلدية والصدفية والإكزيما، وبتساعد على ترطيب البشرة ونعومتها، وكمان بتزيل التجاعيد. ومش بس كده، ده بتستخدم لعلاج قشرة الشعر، وكمان ممكن نستخدمها كصابونة للاستحمام لترطيب الجسم كله. معانا النهاردة صابونة الجليسرين بجوز الهند. زي ما حضراتكم شايفين، دي صابونة جليسرين جوز الهند، ده 2 في 1. طبعا صابونة الجليسرين دي زي ما احنا عارفين فوائدها المفيدة جدا، انها بتساعد على نعومة وترطيب البشرة وازالة التجاعيد. مش بس كده، ده احنا ضفنا لها كمان موجود في الصابونة جوز الهند. جوز الهند ده ايه ميزته او ايه فايدته وتركيبته في الصابونة؟ انه هيساعد كمان لما ترطيب البشرة، وانه يشيل الرؤوس السوداء والاثار حبوب الشباب. كمان في الشعر جوز الهند معروف بفاعلته المتميزة جدا، انه يتغلب على القشرة. صابونة الجليسرين دي موجودة في الصيدليات بأسماء كتير، بس الشركة اللي احنا معانا شركة اسيان دي، الميزة اللي فيها انها نزلة مجموعة صابون بجوز الهند، جليسرين بجوز الهند، وصابون جليسرين بالأرجان، وجليسرين بزبدة الشيا، وأنواع كتيرة جدا جدا. طيب الصابونة لما هنيجي نفتحها هتلاقوا صابونة متغلفة بطريقة فعالة ومتميزة جدا، وهتلاقي ريحة الصابونة جميلة جدا، وهتلاقي كل صابونة من الأنواع الصابون الجليسرين مختلفة عن التانية. يعني بجوز الهند هتلاقيه شكلها اللون الأخضر، تمام. الصابونة دي بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على الجليسرين زي ما احنا قلنا، وبتحتوي على جوز الهند، تمام، وبتحتوي على زيت الخروع، تمام. يعني هتساعد مساعدة شديدة جدا في ترطيب البشرة. طب يبقى كده يا دكتور الصابونه دي بتستخدم بقى للبشره الجافه بس؟ لا يا سيدي، للبشره الجافه والبشره الدهنيه والبشره الحساسه والبشره العاديه. طب ليه؟ البشره الجافه هترطب البشره وتنعمها وتزيل التجاعيد، تمام؟ البشره الدهنيه هتساعد كمان انها تقلل اثار حبوب الشباب وتقلل البثور بتاعت حب الشباب. خلاص؟ تمام؟ طيب، وتنفع كمان البشرة العادية والبشرة الحساسة. صابون الجليسرين المميز اللي فيه انه كمان ينفع لعلاج الاكزيما، الناس اللي هم عندهم اكزيما او صدفية او حساسية في الجلد ومش لاقيين صابونة يستعملوها، ما ينفعش تعمل ديتول او اي صابونة تانية، لان برضو فيها مواد ممكن تلهب البشرة شوية. طب عشان كده بنستخدم صابون زي صابون الجليسرين. كمان بيهدي الحكة والالتهابات شوية. كمان قلنا نستعملوها للشعر، لأن طبعا هيقلل تساقط الشعر وينعم الشعر. كمان هنستعملها للمناطق الحساسة، مفيش مشكلة، بأمان تام، لأنها برضو من فوائدها أنها بتساعد مع كريمات تفتيح، قبل كريمات تفتيح، أنها بتفتح البقع الداكنة. الصابونة دي متميزة جدا جدا، هي غنية بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، يعني صابونة متميزة وفعالة، واعتبر صابون الجليسرين من الصابون اللي هو ينفع للأطفال، ينفع للكبار، ينفع للحوامل، ينفع للمرضعات، ينفع لأي فئة عمرية، لأي نوع من أنواع البشرة، ينفع للبشرة زي ما قلنا في أول الفيديو، ينفع للشعر، ينفع كاستحمام للجسم، لأي أمراض. صابون الجليسرين ده فعلا صابون متميز وفعال. صابون الجليسرين هي عاملة في حدود بجوز الهند ب 20 جنيه. صابون الجليسرين عاملة حدود 20 جنيه. صابون الجليسرين بجوز الهند. ولو فتحتوا الصابونة هتلاقوا برضو قايمة بالمنتجات. أهو صابون اللي هو الأرجان، وطبعا كل صابونة طبعا إن شاء الله هنفرد حلقة ليها، وصابون الجوجوبا، وصابون جوز الهند، وصابون زبدة الشيا، وصابون حبة البركة، وصابون اللوز. دي الشركة دي شركة محترمة جدا،
ومن انواع الجليسرين المحترمه جدا الموجوده في السوق المصري. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.